الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح. صباح الخير يا فندم على حضرتك والف مبروك حقيقي. الله يبارك فيكم جميعا ومبروك لكم جميعا. يعني حاجه تشرف وحاجه تسعد ومش مجرد كلام، احنا بنتكلم بجد، احنا سعداء جدا متشرفين بالمستوى اللي مصر واصله له، سواء احنا بنتكلم هنا على حصد للبطولات او حتى تنظيم للبطولات المختلفه. فخليني اروح مع حضرتك للمحورين دول واعرف تفاصيل اكتر وكواليس اكتر، ازاي قدرنا ان احنا نوصل بهذا المستوى الحمد لله وكمان نحصد بطولات وكمان نفوز على منتخبات اخرى زي روسيا اللي هي مصنفه عالميا كمان افضل مننا يعني. اتفضل يا فندم. طيب انا هبتدي بحضرتك بالجزء اللي هو الفني. الجزء الفني احنا اول ميداليه ذهبيه على مستوى الفرق مصر تحصدها في تاريخ السلاح وفريق افريقيا ومصريا وعربيا. احنا السلاح هو اول لعبه مثلت مصر اولمبيا في ستوكهولم 19 سنه 1912. كان الممثل المصري في الاولمبيات لعيب واحد بس اللي هو احمد حسنين باشا، وهو كان لاعب سلاح. من هذا التاريخ لحد امس ما كانتش مصر حققت ولا ميداليه في الفرق ذهبيه او فضيه او برونزيه في تاريخ المده دي كلها. امبارح دي اول نتيجه نجيب ميداليه ذهبيه، وده عامل صدى اكثر من رائع مع الاتحاد الدولي وكل الاتحادات اللي هنونا. كنا لسه حاليا من يمكن 5 دقائق في كونفرنس كول مع الدكتور اشرف صبحي، كان بيتابع مع الوفود الاجراءات الاحترازيه ومدى رضاهم على التنظيم، ولو في اي اللي هم شايفين يحبوا ان هم نتكلم فيها. الاجتماع كان اكثر من رائع ولقوا كل الدعم من الوزاره وكلمات الاشاده اللي اتقالت للدكتور اشرف على نجاح مصر في التنظيم في ظل البانديميك كانت حاجه جميله جدا اسعدتنا كلنا. نرجع للعيبه بتوعنا، احنا استعدنا كويس جدا، الجهاز الفني بتاعنا كله مصريين، ما فيهمش اي حد اجنبي، سواء المدربين بتوع السلاح او اللياقه البدنيه او التدريب الذهني او التغذيه كل او الاجهزه الطبيه، كلهم شباب صغيرين مصريين بقالنا 4 سنين بنشتغل مع بعض والحمد لله ربنا كلل مجهودهم بكل نجاح. طبعا انجاز تاريخي بالمعنى الحرفي، وبنكرر يعني طبعا التهنئه لحضرتك ولكل القائمين على هذه المنظومه المحترمه المحترفه. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال من باب الفضول لو تسمح لي. حضرتك بتقول ان احنا على مدار السنين الطويله دي ما حققناش قبل كده اي مركز متقدم، ليه؟ احنا حققنا مراكز على المستوى الفردي، يعني احنا عندنا خدنا قبل كده بطوله العالم ميداليه ذهبيه على المستوى الفردي، خدنا ميداليه اولمبيه مركز ثاني في اولمبياد لندن 2012. لكن على مستوى الفرق لا. بالظبط. طيب ليه برضو ما حصلش قبل كده يعني؟ هقول لحضرتك ان كان دايما في غلطه الرياضه المصريه عموما مش السلاح بس كنا بنقع فيها، هي الاهتمام بلاعب او لاعبه. فتلاقي في كل لعبه فرديه تلاقي ويل نون اتليت، يعني تحس ان هو ده هو ده المعروف والباقي مش معروفين. دي غلط، ان اللاعب ده بيجي وقته مستواه بيضعف، بيجي وقته يصيب او او او. لكن الفكره النهارده مختلفه، ان انت بتعد فريق بلد. طيب صحيح. انت ما تقدرش تعد الفريق البلد ده الا لما يكون عندك الامكانيات الماديه. يعني شئنا ام ابينا الماده هي المتحكم الاساسي في التطوير في الرياضه. طبعا. وانس ان الماده توفرت اصبح النهارده عندك الكابابيلتي اللي انت تعد بتيم كامل من 5 6 7 لاعبين بحيث ان انت تنتقي افضل 4 مستواهم قريب من بعض، ما فيش حاجه اسمها فريق النجم الاوحد. صح. لما انت يبقى عندك المجموعه دي عندك نجم اوحد ممكن ممكن لا تجيب ميداليه في الفرد. عندك فريق قوي لا، انت هنا تقدر تجيب في الفردي وتجيب في الفرق. طب هذه المنظومه محتاجه فلوس، الفلوس توفرت. توفرت ازاي؟ توفرت من خلال الرعاه. الاتحاد السلاح دلوقتي عنده 4 5 رعاه من الكبار بيدوا دعم ممتاز. اتوفرت من في دراسه للرياضه، حضرتك بتروح في البدايه كل سنه بتقدم خطتك، عندك شورت تيرم اند لونج تيرم بلان بتقدمها بتتناقش فيها في تفاصيلها مع الناس فاهمين اللي بنشوف فيه. وانس ابروف بيبقى سهل بعد كده اللي انت بتاخد الدفعات اللي انت طالبها وتقدر تخطط وتنفذ انك معاك الفلوس. ده نتيجته في اهتمام من الدوله، نتج عنه تطور الرياضه، في اهتمام من اولياء الامور بالرياضه، وهم على فكره اولياء الامور لهم دخل كبير جدا في النجاح. حتى النتيجه بتاعتنا هتلاقي كل واحد من اللعيبه الاربعه اللي لعبوا ولي امر وراه، سواء في التدريب سواء في المتابعه سواء في موضوع المذاكره، فاولياء الامور لهم دخل كبير، وهم في السكسس ستوري اللي حصلت امبارح هم لهم دخل كبير جدا. احنا بنشكر المنظومه كلها، وفي الاخر الحمد لله ربنا وفقنا
شاء الله ما تبقاش اخر ميداليه يعني. مره ثانيه الف مبروك علينا، وهنبقى مع حضرتك بقى يعني في يعني سواء حضرتك هتنورنا هنا او في مداخله ثانيه، عشان النقطه اللي حضرتك ذكرتها فكره هنا الخطه اللي اتقدمت اللي بناء عليها اصبح هناك في يعني امكانيه لتحسين الدخل ده بالاضافه للرعاه، لان اعتقد دي لو مثلا فيها افكار كويسه ممكن تطبق في العاب اخرى، لان دايما مش اول مره نسمع ان في بعض الالعاب اللي محتاجه دعم مادي اكتر من المتاح ليها، فربما نستفيد يعني من حضرتك كابتن عبد المنعم. شكرا ليك على كل حال، وان شاء الله لينا مداخله ثانيه. شكرا لحضرتك.